كيف ستساهم هذه الشحنة من الوقود في إحياء قطاع الكهرباء المدمر في قطاع غزة؟ يعني هي بالحد الأدنى ستسمح بإعادة تشغيل المحطة واستلام كميات كهرباء من شأنها سد الرمق القطاع المتعطش للكهرباء. المعبر يعني منذ 6 أيام مغلق، وباعتقادي أنه المهم والأهم من هذا الأمر هو عدم يعني استخدام هذا الملف بعد ذلك في عمليات الضغط السياسي وضغط على المواطنين في قطاع غزة. هذا الأهم هو السماح بدخول سلس ودائم ومتواصل لشحنات الوقود للمحطة وعدم ربطها أبدا بالملف السياسي. هذا هو المطلوب، لأنه هذا الأمر يرتبط ارتباط حيوي ووثيق ومباشر بحياة الناس في قطاع غزة. هذا الوقود هو يخدم الجانب المدني والجانب الإنساني في قطاع غزة، ولا وباعتقادي أنه القطاعات الحيوية في غزة هي بحاجة ماسة إلى الكهرباء. لا ننسى أنه قطاع غزة منذ 15 عاما يعاني من أزمة كهرباء، بمعنى أنه حتى قبل هذا الاعتداء الإسرائيلي كنا نعاني من أزمة كهرباء. يعني نحن نود أن نذكر المواطنين بأنه الأزمة مستفحلة، وكنا نوجه دعوات بضرورة حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة. ماذا تعني في أحسن الظروف؟ يعني نحن في قطاع غزة في أحسن الظروف تصل إلى المواطن 8 ساعات وصل للتيار الكهربائي يتبعها 8 ساعات قطع. هذا الجدول هو جدول يعني مطرف في قطاع غزة، نحصل عليه فقط في وقت الربيع ووقت الخريف في الأشهر المعتدلة، لكن في ذروة فصل الصيف وفي ذروة فصل الشتاء تتدنى عدد ساعات وصل التيار الكهربائي لتصل إلى ما نحن نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم، يعني 5 ساعات أو 6 ساعات بالحد الأقصى نحصل عليها في فصل الشتاء وذروة فصل الشتاء. وهي كمية غير كافية. دخل العدوان على الخط، وحقيقة كل خطط الشركة لعملية تحسين أداء الشبكات وعمليات التوزيع، كل هذا الأمر يعني انقلب عكسي على ما نحن نخطط له. أشكرك، شكرا جزيلا لك سيد محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء غزة.